يا ترى ايه هي اسباب الحسد؟ ليه الناس تتحاسد؟ عشان نبدأ نشرح هذه الفتنة العظيمة. من ضمن اسباب الحسد معنى بيسميه العلماء التعزز. يعني ايه التعزز؟ ان انا اكره ان حد تاني يظلمني او يتكبر علي، نفسي ما تسمحش ان حد يتكبر علي، فابدأ اتمنى انه تزول النعمة عن الغير. ومن ضمن اسباب الحسد الكبر، ان الواحد يكون متكبر على الناس. ومن ضمن اسباب الحسد الخوف من فوات بعض المقاصد. يعني ايه؟ يعني لما اكون انا وحد غيري، قريني، صاحب ليا، زميل، احنا الاثنين هنتزاحم على نفس المقصود. كل واحد فينا بيحسد التاني، بيحسد صاحبه على نفس النعمة، لانه انا في النهاية عايز انفرد بهذا المقصود. والحسد ده من جنسه تحاسد الضارات في الزوج. لما يكون الرجل متزوج اكتر من واحدة يبدأ النساء بيحسدوا كل واحدة فيهم على زوجها. ومن هذا النوع أيضا تحاسد الأخوة في التزاحم على نيل منزلة قلب الأب. ومن ضمن أسباب الحسد حب الرياسة وطلب الجاه، إنه يكون منفرد عديم النظير غير مشارك في المنزلة، بيبدأ يزعله وجود مناظر أو مشارك ليه في نفس المنزلة. وليس السبب في هذا عداوة أو تعزز أو تكبر على المحسود، ولا حتى خوف من فوات المقصود، إلا محض الرياسة، لأن أنا بس عايز أكون منفرد. ومن ضمن أسباب الحسد خبث النفس وشحها بالخير على عباد الله. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث هن أصل كل خطيئة، فاتقوهن واحذروهن، إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على ألا يسجد لآدم، وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن يأكل من الشجرة، وإياكم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا.